أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في فقرتنا الأولى اللي هنتكلم فيها عن قضية ال 36,000 وال 120,000 معلم اللي قدموا في مسابقات وزارة التربية والتعليم. طبعا كان في حلقة فاتت واتكلمنا عن الموضوع، بس الوقت ما كانش يعني كافي. هنعرض الموضوع بالقدر الكافي يعني طبعا، وضيوفي الكرام اللي منورينا طبعا في الحلقة النهاردة، الأستاذ عماد حافظ، الأستاذ هدير مصطفى، أهلا بكم أساتذة، نورتوني بجد يعني في برنامج ابن مصر. ربنا يكرمك. طيب أستاذ هدير، خليني في البداية أقول لحضرتك يعني اشرحي لنا المسابقة والاختبارات تمام اللي كانت مطلوبة من الوزارة بإيه بصورة سريعة. طيب وهل كان يعني هل كان محدد بداية ونهاية في العقد اللي بتاع 36,000 من الوزارة؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية كلامي أحب بس أشكر أسرة البرنامج إن أنتوا رفعتوا قضيتنا دي للنور، وبجد شكرا لكم. وتاني حاجة أحب أهني الشعب المصري والعالم الإسلامي كله بحلول عيد الأضحى، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. فإن شاء الله دلوقتي هنتكلم حضرتك، قضيتنا بتتكلم على 36,000 معلم. هم طبعا كان العدد بيفوق بمئات الالوف. المهم وصلنا ان احنا دخلنا مسابقه التربيه والتعليم، نزل الاعلان وكان يعني في تكافؤ فرص لكل الناس، كان الاعلان متشاف بطريقه كويسه. المهم كلنا رحنا واستوفينا الشروط وجبنا الاوراق الرسميه، وطبعا مش قادره اقول لحضرتك قد ايه احنا تعبنا في الاوراق الرسميه المطلوبه من كل حاجة. احنا كنا بنستخرج بالظبط كل حاجة جديدة، شهادات ميلاد جديدة، لحتى العقود الزواج بتاعت الوالدين جديدة علشان يتعمل القيد العائلي، ويبقى طبعا لو في غلط في اسم الجد او في غلط في اسم الجدة حضرتك بتروح تصحح الغلط دوت. وطبعا مشاكل لا حصر لها من اللف على الاماكن الحكومية لاستخراج هذه الاوراق. وبعد لما تعبنا جدا في استكمال هذه الاوراق رحنا اختبرنا في هم الوزارة عملت لنا اختبار في التخصص، هو اختبار اكاديمي بحت، يعني حضرتك في غاية الصعوبة. دخل في مئات الألوف اللي زبطوا ورقهم أصلا قبل ما يشوفوا خلاص هم يحصلوا على الوظيفة ولا لأ، دخلوا كل الناس دي فيه، واللي نجحوا في الامتحان فوق ال 36,000 يعني ب10,000 تقريبا. المهم حضرتك ال 36,000 بعد ما اجتزنا هذا الاختبار شديد الصعوبة، وطبعا الناس كلها تشهد بذلك، والحمد لله رب العالمين احنا نجحنا في هذا الاختبار ووصلنا ان رحنا عشان ننزل على التعاقد. في المديرية كانوا بيمضونا العقد بالظبط زي ما بقول لحضرتك والله يا استاذ فريد بدون اي مبالغة، كانت غرفة لا تتعدى 2 في 3 متر وكان عدد كبير وهائل من الناس المطلوب منهم. خلينا ما تخش في تفاصيل قوي، انا سؤال لحضرتك صريح، معلش يعني بصل بس لحضرتك النقطه بتاعه المعاناه اللي احنا عملناها، عشان كده ليه احنا ماسكين دلوقتي في احنا تعبنا. كلمه احنا تعبنا دي بتدل على ايه؟ تمام اتفضلي. ففي التعاقد ما حصلش خالص ان احنا بصينا على العقد لسبب، طبعا هو في الغلط، الغلط في الاول والاخير الغلط راجع لينا احنا، لان في ان احنا ما بصيناش على العقد. برغم مع احترامي الشديد لاي حد، الموظفين كانوا بيتعاملوا معانا معاملة صعبة جدا. طيب. فحضرتك ان هم كانوا بيبينوا لنا بس طرف الامضاء، يعني حضرتك ما يعني ما حدش فيكم عرف انه العقد كان ما تحتش لينا الفرصة خالص ان احنا نبص على العقد خالص. العقد في بداية طيب الاعلان يعني كان، انا بتواصل مع مدرسين عندي على الصفحة تمام، لا في منهم بيقول احنا كنا عارفين حاجة زي كده. حضرتك العقد الاعلان واضح وصريح قدام الناس كلها، حضرتك ممكن تجيبه دلوقتي، هو خلال الترم الثاني من العام الدراسي. طيب استاذنك استاذ هدير، معانا مداخله هاتفيه، الاستاذ عصام جاهز معانا؟ ايوه فندم. الو الو استاذ عصام، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، اهلا، منورنا سياده النائب والله. طيب اهلا بحضرتك واهلا بضيوفك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم. حضرتك ممكن توضح لنا اخر مستجدات خلال اللجنه او لجنه التعليم بالبرلمان او في الجلسه الاخيره؟ يعني والله هو حضرتك يعني فضل. انا بس الاول من مصر كل عام وانتم بخير، كل وانت بألف خير يا فندم. تحيي تقدير واحترام حضرتك ومشاهدينك. اهلا بيك. تحيي تقدير واحترام المعلم، المعلم اللي انا بنحترمه ونقدره ونجله طبعا. بالنسبه لقضيه ال 36,000 تمام، 20,000 قصص، طبعا لا يخفى على احد ان احنا عندنا عجز في التدريس وخصوصا في المراحل الابتدائي والاعدادي. واعلنت الوزاره عن مسابقه، والناس يعني كان اوراق وكاني
كابتن مثلا في منصب قضائي او منصب شرطي، كان يعني كانت حتى الشروط طيب يا فندم يعني حاجات طبعا كانت احنا طيب استاذنك بس يا فندم، معلش اقطع حضرتك في فانا كنت عايز اعرف بس ايه اللي حصل في الجلسه، في اخر جلسه في البرلمان. الجلسه احنا كنواب مجلس النواب، معلش يعني مش تنفيذي، مجلس النواب بيعمل ايه اللي حصل يعني يعني ايه الطرح كان فيه والحكومه تاخد بالتوصيات او ما تاخدش وتنفذ او ما تنفذش. تمام. ولكن احنا ما احناش تنفيذيين، احنا طالبنا. انا شخصيا عملت طلب احاطه لرئيس الوزراء وزير التعليم عشان ال 36,000 معلم. يعني حضرتك الطلب احاطه كان شخصي من حضرتك، ما كانش فيه جلسه خاصه بالموضوع الجلسه الاخيره؟ كان فيه يا فندم، نوقش وانا عملت كمان مذكره حتى مباشره كده لرئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع يعني. وطبعا كان معانا دكتور رضا حجازي، ودكتور رضا حجازي للامانه متعاطف جدا. تمام. ومع ال 36,000 معلم كويس ان هم يرجعوا، بس مشكله في التمويل ده، التمويل تدبير التمويل، ولا ما حدش عنده اي مشكله من ان هم يرجعوا تاني، او لان هم اساسا استلموا شغلهم وسدوا عجز فعلي على فكره، واخد بال حضرتك؟ أيوة. ولكن طبعا المشكله في تدبير التمويل، وده شغالين مع وزير الماليه وزير التربيه والتعليم ورئيس الوزراء وربنا يعافيك. طيب يا فندم انا عايز اعرف من حضرتك بس معلش، هو في الجلسه الاخيره كان حاضر مسؤول من الوزاره؟ يا فندم الدكتور رضا حجازي. دكتور رضا موجود. كان رده ايه يا فندم على طرح حضرتكم للمشكله؟ او مقتنع تماما بطرح حضراتنا يعني اللي احنا طرحناه، الراجل مأيده تماما. طب هل طلع هل قال تصريح معين او حاجه مبشره؟ بص يعني معلش حضرتك يعني احنا مش هناخد بالنا بتصريح وبتعمل. ايوه انا عايز اعرف بس، هو بعد ما حضراتكم ناقشتوا الموضوع كان رد الدكتور رضا حجازي كان ايه؟ كان رد الدكتور رضا حجازي ان هو فعلا بيأيد نفس الكلام اللي احنا قلناه. جميل. ولكن قلت لحضرتك المشكله في تدبير التمويل. طيب هل يا فندم ما ادكمش مثلا مده معينه مثلا يناقش الراجل عنده قناعه خاصه بالموضوع وبين الناس دي اصحاب حاج، وهو وعد ان هو هيعرض على معالي الوزير ويخاطب وزير الماليه ويخاطب رئيس الوزراء بحيث تدبير التمويل، وربنا سهل يعني احنا ايه. بس احنا في البرلمان كل النواب على فكره حاسين بالمشكله، لان احنا المدارس اللي فيها عجز احنا نفسنا مطالبين من المواطن ان احنا نسد هذا العجز. طيب يا فندم معلش هستغل يعني. هستغل وجود حضرتك معانا. طيب البوابه الالكترونيه هل كانت لها نصيب من طرح حضرتكم المشكله؟ مع ان احنا كلنا مؤيدين ان ال 36 لهم حق او الحق الاكبر في الموضوع. طب البوابه الالكترونيه قانونيا ليه البوابه الالكترونيه؟ لو 120,000؟ هي اكثر من 120,000 يعني، ناس كتير قدمت، كانت طرحت الوزاره المسابقه دي. بص يا فندم احنا يعني احنا ايه؟ من لا يدرك كله لا يدرك كله. احنا دلوقتي احنا في 36,000 معلم. ايوه. استلموا شغلهم فعليا. صح حصل. اشتغل شهرين. بالظبط. ده لما نرجع ده نبقى ندور على معلش يعني صح. انا مع كل الناس وكل الفئات، ولكن انا بس عشان يبقى في يعني الاكثر تضرر نلاقي له حل يعني. صح. يا فندم لازم تكون واقعي. طيب بالظبط. انا النهارده الشاب بس يا فندم عشان يعني معلش اقطع حضرتك، هو في ناس من ال 120 الناس اللي قدمت وتعبت بيتفرج علينا دلوقتي، عشان ما يقلقوش احنا برضو ممكن نبشرهم، برضو نقول لهم طبعا اكيد هيتم النظر في الموضوع. بص يا استاذ انا راجل نائب والكلمه من لساني بتحسب عليا. تمام. وعمري ما هندي كلام انا شخصيا للامانه عشان نكون صادق، وانا الحمد لله صادق. تمام. انا اتكلمت فعلا في ال 36,000 معلم. تمام. لما نحل مشكله ال 36,000 معلم. تمام. انا شخصيا شاكرين لحضرتك. نرجع ل 120,000 انما انا عندي 36,000 ما زالت مشكلتهم قائمه واستلموا وسدوا عجز عندي. طيب والحكومه بتقول لك ما فيش تموين. طيب احنا يعني المشكله مشكله التموين يعني كان الدكتور يعني رد الدكتور رضا حجازي في مشكله التموين. بص او الميزانيه. لا انا ما بتكلمش بلسان والدكتور رضا الحجازي، انا بتكلم بلساني. تمام. بلساني او استنتاج حضرتك من بعد الجلسه لا يعني. لا لا بص حضرتك ما تاخدش كلامي. لا لا استنتاج حضرتك، انت حضرتك كنت حاضر في الجلسه. اكتر حد حجازي. تمام. او وزير التعليم او رئيس الوزراء. ايوه. او استاخد منهم تصريحات تكلمهم واقول لك يا فندم انا باخد تصريح من سياده النائب عصام الصافي بما انه كان حاضر في الجلسه.
بس انا بنقول لحضرتك، تمام، انا بنقول لحضرتك انا قناعتي الشخصيه، ايوه، لما نحل مشكله ال 36,000 معلم اللي هو استلم طيب. الشغل فعليا. بشكر حضرتك جدا يا ست نايف. بدور على ال 120، انما انا هتكلم في ال 120 وما حلتش ال 36، لا هنحل دي ولا هنحل دي على فكره. طيب جميل جدا يا ست نايف، بشكر حضرتك جدا والله. تحت امر ال 36,000 وال 120,000 وتحت امر كل الناس، وانا مجهود حضرتك مشكور جدا والله يا فندم، شكرا ليك. طيب استاذ عماد، تعقيبك على مداخله ست نائب. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم امين يا رب. طبعا الاستاذ عصام راجل محترم، ربنا يحفظه ويبارك فيه. بنشكر حضرتك على التواصل في البرنامج، ويا رب بس يكون في متسع النهارده نقدر نعرف ان شاء الله. بس يعني استنتاجنا من المكالمه، مكالمه الاستاذ عصام طبعا مبشره، ولكن دلوقتي في المشكله الاولى والاخيره، ايوه، هي اللي كل لا تخفى على احد، أيوة، مشكله التمويل، تمويل المال، التمويل المالي. 36,000 لم ينكر احد حقهم، دكتور رضا حجازي لم ينكر حقهم، معالي وزير لم ينكر حقهم، مجلس الوزراء لم ينكر حقهم، دول ناس اشتغلوا وادوا ولهم حق ان هم يرجعوا شغلهم، تمام، ولكن مشكلتنا في التمويل، مشكلة حاليا يا سادة في التمويل. وتم على كلام الأستاذ عصام ان رئيس دكتور رضا والوزير هيخاطبوا وزارة المالية ويخاطبوا مجلس الوزراء بتوفير تمويل مالي، بتوفير تمويل مالي لحل المشكلة دي. طبعا ما تطرقش الأستاذ عصام هتتحل ازاي او هيكون الشكل ايه بالظبط، بس هو هنطرح النقطة اللي ركز عليها التمويل. بالظبط، ولكن احنا ما عشان كده احنا بنقول لحضرتك احنا لينا مبادره في هذا الامر، تمام، لينا مبادره ويا ريت نقدر نعرضها النهارده حتى عشان نحل يعني، تمام. ده ردا على السؤال في اجازه زي ما حضرتك قلت. اتفضل. طيب هل انت شايف ان الوزاره من الغلط انها تطلب مدرس بمعايير معينه؟ بمعنى يعني في البوابه الالكترونيه كان من الشروط، يعني ناس كتير شافتها، او ال 36 ده من سبب من اسباب انه ممكن نقول ال 36 ما قدموش في البوابه الالكترونيه، انه شروطها صعبه شويه. شروط البوابه صعبه قصدك يعني؟ طيب بص يا استاذ فريد، ال 36,000 ايوه دخلوا مسابقه بالفعل، تمام واستلموا من هذه المسابقه بالفعل، تم اختبارهم تخصص ولغه زي استاذه هدير ما قالت، تمام الاختبار ده كان من اصعب الاختبارات، زائد ان هم خريجي جامعات وجامعات معترف بيها دوليا، جامعه دار العلوم، مدرسين جامعه كليه، تمام، التربيه. بعد الكلام ده دخلوا وسدوا العجز، استاذ عصام قال سدوا العجز، حضرتك قلت سدوا العجز بالزبط. الناس كلها شافت انهم سدوا العجز، تمام. والعجز كان قد ايه يا استاذ فريد؟ 320,000 في هذا الوقت، 320,000 لما يسدوهم 36,000 يعني 20%. لك ان تتخيل مدرس بيدخل الحصص من اول حصه لاخر حصه سادد العجز، محدش حس، والدنيا كويسه جدا وماشيه كويس جدا وفي حته كويسه جدا برضو بخصوص التمويل اللي الاستاذ عصام ذكره، أيوة، واللي احنا بنتكلم فيه. ال 36,000 يا ساده استلموا مرتباتهم بعد ما خلصوا شغل، يعني اشتغلوا شهرين ما قبضوش اخر الشهر زي المدرسين زمايلهم، اخر الشهر بيروح يقبض وياخد قبضه، لا ده خد الفلوس بعد ما خلص شغل وبعد ما قعد في البيت وفتره. ده يتطرق، ده يسوقنا لايه؟ وانا بقول الكلمه دي ليه؟ أيوة. لان لو المشكله مشكله تمويل هتنحل ان شاء الله. تمام. طيب هل الوزاره في حاجه او احنا في حاجه لشهادات اضافيه وفي حاجه لتطوير تكنولوجي اضافي؟ انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم، مع المحبرة إلى المقبرة. الوزارة محتاجة تطوير دائم ومحتاجة شهادات دائمة، ولكن هل يعقل إن ناخد الشهادات دي كلها وأحصل على كل الشهادات دي وكل التطوير ده وأنا في الشارع يا أستاذ فريد؟ طيب خليني في المدرسة وخليني في الفصل واديني زي المدرسين القدامى، أخدوا الأي سي دي إل بالخمس مديولات، أيوة، أخدوهم وهم فين؟ على رأس العمل. إنما إحنا أخدنا ال 36,000 أخدوا، وال 120,000 والناس اللي قدمت اخذوا شهاده الاي سي دي ال بالتسع مديولات، اللي هي بتقول ان هو يقدر يتعامل تكنولوجيا مع رؤيه الوزاره الحاليه. يعني الوزاره دلوقتي محتاجه ناس، محتاجه ناس تقدر تطبق الرؤيه في الجائحه اللي احنا فيها. اقدر ناس على تطبيق هذه الرؤيه هم ال 36,000. ليه؟ لانه بيعرف يتعامل تكنولوجيا، خد شهادات دولية تقدر تؤهله، ودي موجودة على فكرة والناس قدمت عليها واخدتها، اختبر تخصص واختبر لغة، درس ومارس. طب ايه العقب عندنا؟ العقب عندنا في الامر المالي، لينا رؤية في الامر المالي، لما حضرتك تسألني هقول لحضرتك عليها، ولكن بعد حضرتك ما تسأل يعني.
ليه تعقيب بس يا استاذ على كلام استاذ عماد. بالنسبه للشهادات المهريه المطلوبه مننا سواء في البوابه او غيره، أنا بتكلم في نقطة معينة حضرتك. لو هنتكلم على البوابة ففي بند مختص للمتطوعين. المتطوعين دول عشان يخشوا هيشتغلوا في البوابة، يعني هيخشوا يشتغلوا في هذه العملية التعليمية، فهم واخدين إعفاء كامل من كل الشهادات المهرية. فإزاي حضرتك بتطالبني بإن أنا آخد شهادات مهرية أنت أصلاً أعفيت منها غيري؟ قصدك حضرتك المتطوعين يعني. يعني هي شيء المتطوعين معفيين منها. هل المتطوع حضرتك دلوقتي بعد اذنك يعني ثانيه واحده اوضح بس لحضرتك الفكره. هو دلوقتي عايز مدرس بكفاءه معينه عشان ينزل الكفاءه دي للطالب. حضرتك انا مدرس سواء هاخد فلوس او مش هاخد، المتطوع ده مدرس سواء هياخد فلوس او مش هياخد وهيخش للطالب، واحنا الاثنين لو عندنا نفس الكفاءه تمام يبقى حضرتك تمام نشتغل زي ما انت عايز. انما ما ينفعش حضرتك تطالبني بشهادات مهاريه والمتطوع ما تطالبهوش بيها. استاذ هادر، استاذ هادر معلش، استاذ فريد معلش بس فاصل فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل. طيب استاذ عماد، كانت الاستاذه هدير طرحت دلوقتي موضوع المتطوعين وكان هل المفروض يطلب منهم اوراق معينه، فممكن توضح لنا النقطه دي بعد اذنك؟ والله حضرتك انا المتطوعين ربنا يجزيهم خير، ناس بتساعد مع الوزاره وناس بتدي يعني بتخدم بلدها. أيوة. ناس بتتطوع لخدمه بلدها. انا الناحيه دي ما اقدرش افتي فيها، ولكن انا يعني بتكلم ما اجبرهمش بورق معين يعني. برضو انا الوزاره اكيد لها رؤيه، تمام؟ اكيد الوزاره لها رؤيه. ماشي، والمتطوعين لهم رؤيه. يعني هي الوزاره اصلا ما طلبتش من الاحتياطي او المتطوعين ورق. انا بتكلم في 36، الوزاره لما تطلب من 36 او في المسابقه على البوابه ورق معين. أيوة. ورق معين، شهاده اي سي دي. هل المفروض تطلبه من المتطوعين؟ المفروض ان انا طالما بد في طالب قدامي انا هخلي المدرس يديله. المفروض ان انا بخلي المدرسين كلهم على كفاءه واحده، دي نقطه. ولكن السؤال هنا هو المدرس قدامي ولا في الشارع؟ هي الفكره كده. فهو المدرس لو قدامي ان شاء الله باذن الله، انا على فكره مع الشهادات المهريه مع الاي سي دي، لان على فكره هو ده اللي يواكب المنظومه يعني التطوير. لا انا مع الشهادات، ركز معايا يا استاذ فريد. الشهادات لا، البوابه لها طلبات كتير جدا. ولكن انا بقول انا مع الشهادات. طب ازاي البوابه الالكترونيه؟ ما انا جاوب بقى. طب الشهادات ازاي؟ انا دلوقتي مدرس دخلت في حاجه اسمها ابجريدنج بيتعمل لنا عشان خاطر رفع كفاءتي. تمام. رفع كفاءتي ازاي؟ ان انا النهارده في منهج جديد نزل، في حاجه تكنولوجيه جديده نزلت. أيوة. بديله دوره تدريبيه، اهي الشهاده دي تعتبر دوره تدريبيه، بس بديله هو فين؟ على راس العمل. يعني المدرس يكون على راس العمل، شغال وبيشتغل. أيوة. يلا خد دوره، خد شهاده كذا. ده في كل المؤسسات. انا عايز اعمم حاجه تبقى ثابته في المنظومه التعليميه. ما اعمل قاعده بيانات زي البوابه الالكترونيه. جيد، ممتاز، بالظبط. البوابه الالكترونيه انت قلت ايه اعمل ايه؟ قاعده بيانات. بالظبط. من افضل مزايا البوابه الالكترونيه، وانت دخلتني في البوابه الالكترونيه مش عايز ادخل فيها، ولكن بقول لك من افضل مزايا البوابه الالكترونيه ان هي ان شاء الله تقضي على الوساطه والمحسوبيه. بالظبط. تمام كده؟ احنا كده مؤيدين البوابه. حلو. مؤيد لها ازاي بقى؟ في النقطه دي ان بس. ان انا النهارده بس. لا سوا لا ثواني ثواني مؤيد لها في حاجات كتير. مؤيد ان هي بتقضي على الوساطه واحد. لما اجي اعوز ادخل حد. تمام. انا النهارده الناس اللي دخلت لما تدخل من خلال البوابه في من غير واسطه، من غير ما حد يعرف حد، وفي شفافيه وفي وضوح، بخلال حد ما يعرفش يعني الجهاز اللي الروبوت هو اللي بيشتغل معاك. ولكن انا دلوقتي بقول في ناس اصلا يا بيه موجوده جوه، ملفاتها جوه. بالزبط. اشتغلت ال36. بالزبط. خد ال36. ايوه ماشي، خد ال36 واطلب منهم طلبات الشهادات وهم على راس العمل. أيوة. وهم على راس العمل، الشهادات دي مطلوبه في البوابه. يعني ما تقوليش انا قدمت لك فيش، وقدمت لك شهاده صحيه، وقدمت لك قيد، وقدمت لك. الكلام ده قدمته موجود في ملف في قلب الوزاره، اروح اقدمه تاني في بوابه؟ تكون ليها مده معينه. تمام، هو الفيش. تمام، الفيش بس فقط. طيب اروح اقدم الكلام ده تاني على بوابه؟ طيب حضرتك خدني انا معاك اهو، خدني معاك اكمل معاك. انت عايز حضرتك تقول انه يقدموا ال36 على البوابه بس باستثناء يعني ايه؟ لا لا مش هيقدموا على البوابه. لا لا. بص يا استاذ فريد، بص ما انا هقول اهو. احنا لو ال36 عايزين انهم يقدموا على البوابه بالطريقه اللي مثلا ايه اللي تعجبهم هم، او بالطريقه اللي ما تشدهمش. استاذ فريد هي الفكره ان يقدموا فين، ولا الفكره ان احنا نحل مشكله؟ الفكره احنا عايزين نحل مشكله، صح؟ مش عايزين مش عايزين نهاجم فكره التربيه البوابه الالكترونيه. انا مع بص خد رقم واحد. ما انا هرد اهو. رقم واحد انا مع الوزاره قلبا وقالبا. جميل. رقم اتنين انا
على اتم استعداد ان انفذ جميع طلبات الوزاره قلبا وقالبا. أيوة. شهادات مهريه. أيوة. اي حاجه حضرتك عايزها مني. أيوة. لان انا بحب البلد وشاب وعندي استطاعه وعايز اتعلم كمان. بالظبط. رقم ثلاثة. ده اللي انا بقوله. رقم ثلاثة. أيوة. حضرتك اعمل فيا اللي انت عايزه، انا ابنك. ولكن صح. السؤال تعمل فيا اللي انت عايزه وانا في الشارع ولا وانا ابنك؟ دخلني البيت يا بيه واعمل اللي انت عايزه، اطلب اللي انت عايزه، اقفل علينا باب واحد وقول اللي انت عايز ايه. نحس بالأمان. خليني في الفصل بتاعي، اصل خد بالك الملف بتاعي جوه المديريه، جوه الوزاره. الملف بتاع خدمتي جوه. انا عارف انتوا قعدتوا شهرين هنا في رقبت الوزاره. رقبت وعلمت وصححت واشتغلت واديت واديت الطلبه والطلبه كانوا معايا، كل الكلام ده حصل. طب الكلام ده لما حصل وبقى موجود، حضرتك بتقول لي اروح اقدم في مسابقه ثانيه؟ اروح اقدم في بوابه؟ انا قصدي في مسابقه ثانيه، انا قصدي انت ورقك مطلوب، انت تمام. مش هتقدم بنفس الورق المطلوب من ال 120. تمام. تمام انت هيبقى ليك استثناءات معينه. طب ما تيجي بس احنا كده عايزين نعمم. طب ما تيجي نقول طب انا ليا والد استاذ فريد. انا ليا والد استاذك زماد. ناخد استاذ مصطفى ترابيه وبعد كده نرجع حضرتك. اتفضل. الو. ايوه السلام عليكم. مصطفى ترابيه اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اهلا وسهلا بيكم بضيوفك الكرام، اهلا وسهلا بيهم جميعا. استاذ مصطفى التربيه طبعا مهتم بالقضيه التعليميه ومقدم طبعا برامج كتير على السوشيال ميديا. طب استاذ مصطفى بتشوف ازاي مشكله المعلمين مع بدايه العام الدراسي الجديد؟ هو مشكله المعلمين او ازمه المعلمين الحاليه والسابقه والمستدامه بقى لنا فتره هي العجز الصارخ في عدد المعلمين اللي موجودين في المدارس. تمام. فلغايه العام السابق كان بيتعدى ال 320 الف معلم. علشان كده السنه اللي قبلها طبعا احتاجوا، قالوا ان هم هياخدوا حوالي 70 الف معلم، وفضلوا يصفوا فيهم لغايه لما وصلوا لحدود ال 36 الف معلم اللي هم المعروفين بقضيه المتعاقدين. ومعاهم عدد تاني اللي هو كان مغير تخصص او كان متطوع، نتيجه ان هم قالوا له يا تتطوع يا اما تغير تخصص. والمسابقه دي كانت يعني معروف عنها اعلاميا ان هي من انزه المسابقات اللي تمت في وزاره التربيه والتعليم، لانها كانت كلها الكترونيه. يعني انا سامع الاستاذ عماد بيقول ان البوابه الالكترونيه يعني مميزه بان هي ما فيهاش وساطه. بالزبط. فانا برضو عايز اقول له ان المسابقه بتاعت 36 ما كانش فيها اي وساطه ولا اي محسوبيه، هي برضو كانت الكترونيه. وفي نفس الوقت صفوا احسن ناس موجودين واشهدوا بيهم في جميع البرامج وفي جميع المالتي ميديا، قالوا ان دول احسن 36 الف معلم قدرنا نستخرجهم من وسط مئات الالاف اللي كانوا متقدمين. ومروا طبعا باوراق صعبه جدا زي ما طيب. الاستاذه هدير قالت. انا سؤالي كان واضح لحضرتك، معلش هقطع حضرتك. انت شايف الموضوع كله في بدايه العام الدراسي الجديد بعد تصريحات اللي انا شايفه مع بدايه العام الدراسي أيوة. الجديد دلوقتي ان لابد ان ال 36 بمن معهم من مغيري تخصص او متطوعين أيوة. لابد من اعاده التعاقد معاهم لمده عام على الاقل خالص، سواء بقى كان في منهم جوه البوابه او دخل واخفق في اي اختبارات زي اختبار نفسي او أيوة. عنده تعذر قيد او اي مشاكل زي كده. فدي هو مر باختبارات سابقه، لا يعني قانونا ما ينفعش ان انا اختبره مره اخرى. هو خلاص تم اختباره وتم اعتماده كمعلم ونزل ودرس في الفصول في المدارس المصريه. تمام. يبقى ما ينفعش ان انا بعد كده ارجع اقول له لا انا خدت بالي ان انت لا تصلح ومحتاج حاجات زياده تتعمل لك. لا، يبقى كده احنا هنعيد بقى كل المعلمين اللي في وزاره التربيه والتعليم، نقول لهم عايزين منكم كل الكلام ده. استاذ عماد برضو بيقول ان الحاجات دي ابجريد وحاجه مطلوبه وكويسه، دي زي ما هو قال فعلا، وانا على راس العمل. وانا على راس العمل عندي حاجه اسمها الاكاديميه المهنيه للمعلمين، بتقوم بكل التدريبات اللي بيلزمها اي معلم وتواكب كل التطور الخاص بوزاره التربيه والتعليم. فهنا الصح اللي احنا شايفينه وجهه نظرنا ان ال 36 الف معلم ومن معهم من متطوعين او مغير أيوة. تخصص، ان لابد يا فندم من اعاده التعاقد معاهم لمده عام مع حاجه بقى أيوة. اللي دخل البوابه واجتاز خلاص. طيب. اللي دخل واخفق في حاجه زي موضوع اختبار نفسي ده من حقه، والوزاره قالت ان هو ليه حق ان هو يعيد الاختبار. طيب. يبقى خلال السنه الاولى من التعاقد بسمح له باعاده الاختبار. تمام. بشكر حضرتك جدا يا استاذ مصطفى على الاضافه دي. عشان ارد بس على حاجه. طيب اتفضل. يا استاذ مصطفى جزاه الله خيرا كده اوجز وجاب اللي احنا كنا عايزين نقوله في الحته دي. اي بالظبط. ان المسابقه ان ال 36000 تم اختيارهم بمسابقه نزيهه وتمام التمام، وان البوابه برضه ما فيش خلاف على البوابه وعلى الطلبات اللي على البوابه، ولكن احنا بنقول ناخد ال 36000 وده اللي احنا بنقوله، ناخد ال 36000 اللي ملفاتهم جوه أيوة. واللي موجودين. طيب. ولو حضرتك عايز نعرض حلول مقترحه حلو للكل. تمام. للقضيتين. اتفضل. طيب
رقم واحد. احنا لنا مبادره لنا مبادره عشان نبقى ايه، يبقى الكلام عملي بقى. احنا مش طالعين، احنا طالعين ليه؟ احنا عايزين نوصل صوتنا للسيد الوالد رضا حكازي، الدكتور رضا حكازي. تمام. وعايزين نوصل صوتنا لمعالي الاب راعي التعليم في مصر الدكتور طارق شوقي. وبنوصل صوتنا لكل مسؤول. يا حضرات، معالي الرئيس بيعمل مؤتمرات اسمها مؤتمرات الشباب. بيدعم فيها الشباب، واحنا شباب. حضراتكم شفتونا في الشغل، شفتوا الشغل اللي اتنفذ من خلال ال 36,000. لو الناس دي بتفكر في فلوس بالدرجه الكافيه ما كانوش قبضوا الشهرين بعد الشهرين ما يخلصوا. جميل. ولكن كملوا من جيوبهم وعملوا كده. احنا بنقول لو المشكله ماليه، لو المشكله ماليه حضرتك دخلني رجعني شغلي، لان حضرتك محتاجني، حضرتك عندك عجز جديد والعجز ده عايز تغطيه، وفي نفس الوقت انا اصلح واقدر واحد ان اغطيه. طيب دخلني شغلي يا فندم ورجعني مدرستي يا فندم، زي ما الدكتور رضا قال، احنا الناس دي كان ما كانش المفروض، وده الكلام ده مسجل صوت وصوره، ما كانش المفروض مشيناهم وكنا خدناهم وكملنا عليهم من بعد كده. فرجعني شغلي. والموضوع المالي، احنا ممكن ناخد بس مرتب، المهم ان انا ما اصرفش من جيبي بس. يعني انا اخد نفقاتي. يعني انا اخد نفقاتي بس، ان انا اقدر اروح مدرستي وارجع. احيي استاذ عماد على هذه الاضافه. ما اصرفش من جيبي. تمام. خلاص انا حضرتك، انا مش عايز مرتب عالي قوي، لا انا لازم اقف جنب بلدي. كل واحد التعليم رساله يا حضرتك، خير مثال لابناء مصر. التعليم رساله. معلش دي نص دقيقه. اتفضل اتفضل. التعليم رساله. ناخد بس التعليم رساله. ما احنا عايزين بس الحته دي توصل للمسؤولين. التعليم رساله، واحنا جايين نادي رساله، المعلم جاي يقدم رساله. حضرتك احنا مستعدين نشيل مع بلدنا، احنا حاسين بالبلد، احنا حاسين بالوضع اللي في البلد، بس عايزين نقول والله العظيم ما في حد يعني يتحمل اللي الناس دي تحملته في الفتره دي، اللي سابت شغلها وعملت، وبرضه مع ذلك مكملين مع الوزاره، وعايزين الوزاره، وعايزين نخش نعلم ونشيل مع الدكتور طارق ونشيل مع الدكتور رضا العجز الصارخ والشديد. فبنقول اديني مرتب يعيشني، ان انا بس ايه، مصرفش من جيبي وما احوش منه برضه لمده ترم. تمام. لمدة عام. تمام. خلاص مقابل ذلك. ما هم في مقابل بقى لذلك. أيوة. حضرتك اعمل لي عقد يا فندم، حضرتك اعمل لي عقد عشان خاطر ما بقاش انا اصل يا فندم انا معلم. يعني ايه معلم؟ يعني ما ينفعش ادخل شهرين، ما ينفعش ادخل 3 شهور وامشي. حلول جميلة جدا. تمام. يعني. عايزين نطلب من وزارة التربية والتعليم تنظر لهذه الحلول. يعني طب استاذنك ناخد رأي الاستاذة هدير، حلول مقترحه من وجهه نظرك للموضوع. بص حضرتك، هم طبعا طلعوا حلول، واحنا عندنا شويه بس مشاكل بسيطه جدا مع هذه الحلول. أيوة. ان شاء الله لو اتحلت احنا ما عندناش اي مشاكل خالص، نوافق بيها ونسعى في تحضير اوراقنا ليها. تمام. من ضمن الحلول اللي اقترحوها يعني الفتره اللي فاتت موضوع التعاقد بالحصه. حضرتك موضوع التعاقد بالحصه بيديني ان انا هاخد في الحصه 20 جنيه. النصاب القانوني للمعلم 24 حصه. فانا لو هضرب 20 في 24 حصه في الاسبوع هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 480 جنيه. 480 جنيه في الشهر ب 1920 جنيه. تمام. طب حضرتك انا مش هقول لك انا عايزه ال 1920 جنيه دي. لا انا مش هقول لك عايزه 1000 ونص، انا هخليها خير الامور الوسط. أيوة. 1300 جنيه حضرتك بلاش تحدد. لو هنضرب انا بقول يعني مثال. لا انا بقول مثال يعني بوصل بس ال 1920 جنيه حضرتك. أيوة. لو ضربتهم في 36,000 معلم. هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 69 مليون و 1120,000. تمام. 69 مليون و 120,000. تمام. لو انا مسكت بقى ان انا مثلا زي ما بقول المثال بتاع 1300 جنيه مثال بسيط. وهضربه في 36,000 معلم هيطلع لك 46 مليون و 800,000. هتطرح المبلغ ده من ده هيطلع لك 22 مليون فارق وقصور. جميل. ده توفير تم للوزارة. تمام. حضرتك انت هتعين 36,000 بس، الفارق ان انت مش هتعيننا بحصة يعني كاحترام بس. يعني كنوع من حفظ ماء الوجه. من حفظ ماء الوجه بس. أيوة. للمدرس ان انا بدل ما يبقى معايا ترخيص. ثواني واحده بس يا استاذ فريد معلش. بدل ما يبقى معايا نوع من الترخيص التدريس بالحصه، لا يبقى معايا تعاقد ادمي يحترم ادميتي ويحفظ حقوقي وحقوق برضو الوزاره. أيوة. بس يكون تعاقد عن طريق وزاره التربيه والتعليم وليس مع اي احد دون. طيب. ذلك. بشكر حضراتكم جدا بصراحه، يعني حلول جميله جدا يعني. وبشكركم مشاهدينا الكرام، ويا ريت ال 36,000 او ال 120,000 بتفرجوا علينا برضه، بوعدكم ان شاء الله دي مش هتكون اخر حلقه او اخر يعني حلقات البرنامج في الموضوع ده. معلش ان شاء الله الحلقه الجايه. ان شاء الله الحلقه الجايه، بس عشان وقت حضرتك معلش وقتنا مش هيسمح بكده. ويا ريت. طيب. تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وتبعتوا لنا مشاكلكم واقتراحاتكم وافكاركم. ويا ريت يعني يا ريت يا ريت يا ريت وزاره التربيه والتعليم تنظر لهذه
المقترحات ويبقى في حل ل 36,000. ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر من برنامج ابن مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.